كلمة هذه توقفت عندها لأن هذا سيدة تقول بأنها متزوجة من 15 عام، لدي بنتان، قد ضاقت بي الدنيا أشد الضيق. هذه تجيب هذا في المسجد تقول، لأنها تتزوج، لأن زوجها زوج يسيء معاملتها معها، فهو يسبها يشتمها ويبقى إلى حدود 3 أشهر أو 4 أشهر لا يكلمها، مع أنها تحرص على أن تكون راضية مرضية له، وأنها لا تخرج من بيتها إلا بمشورته وهكذا. وأنا أقول هذا الأمر، دعونا بالله عليكم من هذا. ماشي هذه الرجلة اللي يولي رجل على مرته راه ماشي رجل، اللي يولي على ماشي رجل. هذه امرأة أخذتها بعهد الله، يجب أن تحسن وسيسألك الله عنها أمانة، ماشي لأنك أغلقت الباب وليت أنت السبع ودير فيها اللي بغات لأنها مسكينة ما تعرفش، ولأن أبوها مات، ولأنها ما عندها شيء تمشي. هذا ظلم، والظلم هذا لا بد أن الله يقتص من فاعله. كاين وقت فاش يخلص الإنسان. عندك امرأة تؤذيها تشتمها، علاش؟ تختلف أنت وياها طبيعي، ولكن تشتمها وكذا وتضربها، ويجيو الناس اللي يقولوا يقول لكم ها المسلمين احنا شنو نقول لكم، هذاك القران هذاك الدين هو اللي علمكم تهينوا المراه، ويجي يديو ديك المراه يدي. ان هذه الان لما تجي عندها واحد الجمعيه تقول احنا نحميوك وحنا وحنا، وكان يمكن بحال وراك تشوفوا في اوروبا راه تخرج تمشي ما توليش، وكاين جمعيات تحتضنها ماشي بحال ولا فين تمشي عندها فين تمشي. ثم انت مسلم اذا كنت تصلي وكنت تسمع ما تعملش هذه الاشياء. لما نبغي نكونوا ابطال كاين فين نكونوا ابطال، في المواقف اللي يحتاجون الناس باش تدافع انت على الحق وعلى الدين وعلى المظلومين. ارى ما نشوف ما تلحق المراه لانها في الدار ديالك وبلعت عليها وتهينها وهي الان انجبت لك زوج ديال البنات، كي كبروا هذوك البنات كيش غادي يشوفوا فيك؟ غتقول لك بال بغيت الرضا ديالك، عرفوك بانك كنت متعدي وظالم. واخا تويا غاد المرات غادي ما يقولوا والو، ولكن ما غاديش يكون يضمنوا لك القدر ديال الاب. يقولك ماشي انت ماشي اب، انت عباره عن انسان طاغي، ما جبرتش على بنت عديت، تعديت على المنى وضريتها. وهذه مهم، هذه كيكون تبكي انت ربما راك خرجت في الزنقه وتكون تبكي لهم وتشكي ويشوفوها هي الان. ما معنى ان الرجل يبقى مع المرات 4 شهور ما يمشيش مع ما يكونش في الفراش؟ تعرفوا باللي هذا لا يجوز، هذا هو الإيلاء. الإيلاء والشرع قال بإما وإما للذين يولون من نسائهم زيد 4 أشهر، 4 أشهر ومن بعد يحسم الشرع. ولذلك هذه عندها الحق تقول بأنني مظلومة، هي الآن في مات ما كانش الكلام مزيان، ما كانش التعامل مزيان، ما كانش الكرامة، ما كانش وش عندها في البيت غير تاكل وصافي، إلا عذرها تاكل. تنتقوا الله في هذا الشيء، لان هذا راه ماشي انتم اللي كنتوا تخلصوا عليه، راه الاسلام السمعه ديال هذا الاسلام هو اللي تضرر. كونوا ما منعك انك مره انت اختلفت معها بشي حاجه ولا تبسلش عليها، تبسلش عليها بزاف، زعما تكون انت كاع كيقولوا اختلف احنا كذا ولا قالت لك كلمه ولا قلت لها نقزها وفوت. هذا المهم انك معها في بيت اسستوا دار، شنو غادي ديروا في اخو دير العائج جمر راكو ديروا في ديك الدار، كل شيء فيه الصداع والعافيه. ومنين غادي يجيكم السعاده؟ ومنين يجيو هذوك البنات وغادي يبروك غدا؟ انا في نظري هذا الشيء يجب ان ننبه، ما نشجعوش عليه. اذا كاين ظلم، احنا بعض المرات نقول المرأة تتحدث، ولكن كاين ظلم الرجال، وبعض الرجال ما يسمعوش القران هنايا. قول القران ما عطاكش باش تظلم، في الارث تعطي اعطاها الله حظ ديالها ايوا اعطيه لها. اللي نجبروا في الرجال نقول لك هذاك راجل مؤمن وكذا، وكاين دا حق خواتاتو كلاهم قسموه ودالهم الفساد وخلاهم الداخل. واش هادو مسلمين؟ تحسبوا راه شي مسلمين هادو تصوروا حمرهم على الاسلام؟ ابدا. الاسلام هو العدل، هو حسن التعامل مع البشر ومع المراه خصوصا. هذه المراه سيرك من تستطعش تؤدي الواجب ديالها اللي وجب عليك شرعا، هذه المرأة من الصباح حتى العشية وهي دائما ترضيك
وتتهيئ لك كذا، نهار تمشي 10 ايام تما تلف انت توضر توسخ وما يبقى فيك ما يصلح. ماكل الماكله ديالك ماكل الكساء ديال كل شيء، المراه شيء كرامه حينما تكون يوقع خلافات ولا شي حاجه نسويوها بلاتي، ولكن باش تولي انت يا ما نتكلمش معها ونضربها ونسبها ونشتمها، ما خلقش الله شي واحد باش يقبل الشتيمه. والاسلام عنده احكام وهذا ضرر، والضرر يزال شرعا. والفقهاء قالوا ان من يولي المرأة ظهره في الفراش فذلك أضرر. إذا كان الإنسان ينعس في الفراش ديالو وقصدا هو يقلب يعطيها بالظهر هذا ضرر، ويجوز لها أن تطلب تطليقها لسبب الضرر. ما الإسلام ما دارش شي واحد إنسان يقول تحت الصباط تاع شي واحد ما عندكش فين تمشي ما عندك، هذا ظلم، هذا كله ظلم واحتقار الإنسان. هو أكثر احتقار هو احتقار الإنسان زوجته وهي معاه تولد له وتحاول أن هو كاع ما راش هنايا، وغدا كي تمشي لهيه يمشي برا يولي قد هاك كي يخرج برا، يجيو الناس اخرين واللي عندهم الفلوس واللي عندهم يولي بحال القط يخدموه، ما تبقى لا كرامه ولا زعفان ولا دائما راشق مع المراه يولي شي حاجه. فلذلك اقول ايها الاخوه هذا شيء يجب ان ننبه الناس اليه. احنا نتحدث عن دين، دين اصل العدل، والعدل يبدا في البيت. المراه نوصيها ولكن نوصي الرجل، ولكن لا يجوز للرجل أن يستغل أنه ينفق أو أن له عضلات من أجل أن يظلم زوجته. هذا كله سيسأل عنه الإنسان. تصوروا اللي ما يعرفوش هذا الشيء أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكره أن الله تعالى يوم القيامة يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، جوج ديال الشياه، وحده عندها القرون وحده ما عندهاش، هذيك اللي كانت عندها القرون كانت تعدى تضربها، يوم القيامه يجيبهم حتى هذوك، علاش كنت تضربيها؟ هذه ما كان عندها لا تشريع ولا كذا، كانت يجب ان يقتص الله حتى تكون هذه. اذا كان الله تعالى سيقتص للشاة اللي ما عندهاش قرون، الا يقتص للمرأة الضعيفة؟ تقتص لها. هذا الرجل كان دائما يتغول عليك وداير كذا لان كما كنتيش لابد ان تؤدي. هذا من المعاصي، المعاصي التي يفعلها الرجال ويظنون انها شيء هين. انا ذكرت هذا توقفت عند هذا لان هذه امراه جاءت تشكو الينا نحن جميعا هذا مجلس، هي الان ربما تكون حاضره ولا تسمع ولا شكانا، ونقول بان هذا هو حكم الاسلام، وربما يكون زوجها حاضر معنا ما عرفناش، فنقول له هذا خطا. نحن الشريعة لا تقر أحد على ظلم وعلى خطأ، ولا تقر أحد على استضعاف أحد. الناس ما يستضعفوش، المرأة لا تستضعف في الجاهلية. في الجاهلية باش نختموا، لما مشاو في الجاهلية دخلوا دار النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، شي واحد أساء إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض أبو جهل، هذاك أبو جهل قال لا أحب أن تتسامع العرب أني آذيت بنات محمد. هذا في الجاهلية ما يرضاش أبو جهل، ما يرضاش أنت تديرها أبو جهل ما بغاش، لأنك احتقار امرأة ما عندهاش ربما فين تمشي ولا كذا واحتقرتها، ماشي رجلة هذه وماشي إسلام. فمن كان يفعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله ويطلب السماح من ديك السيدة، ويستمر في الحياة إن شاء الله بتفاهم وبتوافق. نرى اللي يختلفوا دائما كاين الشريعه هي تحكم بنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.